السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم. نكمل مع بعض إن شاء الله المحاضرة رقم 4 في الـ State of Matter. النهاردة بإذن الله هنتناول الحالة السوليد، الحالة الصلبة، ونتكلم عنها بشيء من التفصيل بإذن الله. خصائص المادة الصلبة زي ما ناقشناها قبل كده واتكلمنا عنها، إن هي بيكون ليها definite volume and shape، ليها volume محدد لا يتغير بتغير الحرارة أو غيره، volume محدد وشكل برضه محدد، على عكس المادة السائلة. المادة السائلة بيبقى شكلها متغير وبتاخد الشكل اللي بتصب فيه أو شكل الإناء اللي بتوضع فيه. برضه اتكلمنا إن solid state المادة في الحالة الصلبة بيكون ما بينها strong intermolecular forces. ال intermolecular forces بتبقى قوية ما بين جزيئاتها، أقوى من المادة السائلة، أقوى من المادة الصلبة عند نفس درجة الحرارة. طبعا جزيئات المادة الصلبة بيكون ليها low kinetic energy، يعني ليها طاقة حركة أقل مقارنة بالحالة مثلا الغازية. الحالة الغازية بتبقى الجزيئات ليها كاينيتيك انرجي عالية، وبالتالي هي في دائمة الحركة ودائمة التصادم، وده اللي بيخليها ليها ضغط، هو ده اللي بيجعل المادة الغازية لها بريشر معين أو لها ضغط معين عند درجة حرارة معينة. طيب السوليدز أو المواد الصلبة دائما بصنفها إلى حالتين، حالة كريستالية أو كريستالاين ستيت، وحالة غير كريستالية أو أمورفس ستيت. تمام، يبقى أي مادة صلبة يا إما هتكون موجودة على شكل كريستال أو موجودة في شكل غير الكريستال أو بسميه الأمورفس ستيت. طيب تعريف الكريستالاين سوليد أو الكريستالاين ستيت، هو طبعا لازم تكون مادة صلبة بيكون فيه الجزيئات أو الأتومز منظمة، موجودة بشكل منظم داخل المادة. بنية المادة الصلبة الكريستالاين يكون الجزيئات منظمة، موجودة على شكل صفوف وبشكل منظم، زي مثلا لو عندي مثلا 100 شخص موجودين في شكل صفوف. تمام، ده المادة الكريستالاين. على عكسها المادة الأمورفس بتبقى المادة الصلبة ديس أوردرد. يعني ايه ديس أوردرد؟ يعني غير منظمة، كل الجزيئات واخدة أشكال غير منتظمة وواقفة زي ما هي عاوزة، كأن جايب برضو 100 شخص وموقفهم زي ما هم عاوزين بشكل غير منظم. طيب ده تأثيره على المادة الصلبة ايه وده تأثيره على المادة الصلبة ايه. في الكريستالاين سوليد أو في الكريستالاين ستيت زي ما قلت لكم الجزيئات بتبقى متراصة ومنتظمة داخل المادة، وبالتالي بيكون الانترمولوكيولار فورسز ما بين الجزيئات والذرات في أعلى ما يكون. تخيل معايا كده ال100 شخص اللي أنا كنت بقول لك عليهم كلهم اتفقوا إن هم ينطوا في وقت واحد، التأثير ده هيكون إيه؟ التأثير ده إن أنت هتحس برجة ولو للحظات بسيطة ولو رجة خفيفة كده في الأرضية أو في الأرض. ده بسبب ان كلهم ادوا نفس التأثير بشكل منظم وفي نفس الوقت. نفس الكلام في المادة الكريستالاين، كل الجزيئات واخدة شكل منظم، الانتر مولكيولار فورسز بتبقى اقوى ما يكون مقارنة بالامورفس سوليد. طيب ما دام الانتر مولكيولار فورسز في الكريستالاين ستيت اعلى، بالتالي هيكون الميلتنج بوينت بتاعتها او ترانزيشن بتاعها من الحالة الصلبة للحالة السائلة اللي بسميها الميلتنج هتكون اعلى، الميلتنج بوينت هتكون اعلى لان الانتر مولكيولار فورسز اقوى في الكريستالاين ستيت عنها في الامورفس. دي نقطه. النقطه الثانيه، علشان هي برضو ماده منظمه هيكون ليها شارب، او الجزيئات بتاعتها منظمه هيكون ليها شارب بويلينج بوينت. يعني ايه شارب؟ يعني محدده. يعني الاقي مثلا اقول لك ان الماده دي البويلينج الميلتنج بوينت بتاعتها 113، يبقى اذا لما اجيب الماده عند 113 درجه حراره 113 كلها في نفس الوقت هتتحول الى الحاله السائله في نفس اللحظه عند 130. يعني عند 132 كله عند السائل، كله حاله سائله. 129 لا لسه في الحاله الصلبه، 130 لسه في الحاله الصلبه، 131 يبتدي الترانزيشن او التغير،
132 كل المادة في الحالة السائلة، فده بسميه شارب حاد. زي ما قلت لكم بيبقى higher melting point عن الأمورفوس، ده بسبب إن تأثير الانترمولكيولار فورس بيبقى منظم وبيبقى أعلى بسبب التنظيم أو الأوردر اللي موجود في الكريستالاين سوليد. على العكس الأمورفوس سوليد زي ما اتفقنا إن الجزيئات بقى ديس أوردر غير منظمة، موجودة ومتماسكة كلها مع بعض ولكن بشكل غير منظم، وبالتالي ده هيؤثر على intermolecular forces هتكون أضعف، وما دام ال intermolecular forces أضعف ده هيخلي ال melting points أقل مقارنة بال crystalline state لنفس المادة. طبعا أنا بتكلم على نفس المادة، مادة في ال crystalline state ومادة في ال amorphous state. لنفس المادة ال amorphous بتبقى ليها lower melting point وليها broad melting point، يعني melt over a wide range of temperature. بمعنى إيه؟ يعني الاقيها مثلا اقول لك والله هي بيحصل لها انصهار او ميلتنج، ماده مثلا امورفس بيحصل لها انصهار ما بين 130 ل 135، يعني في الرينج ده كله بيحصل ميلتنج. يعني ممكن مثلا عند 131 الاقي جزء حصل له ميلتنج جزء لا، عند 133 جزء حصل له جزء لا، يبقى لازم اعدل 135 136 مثلا او 137 عشان يحصل كومبليت ميلتنج للماده، ليها برود يعني مدى من الانصهار من درجات الحرارة علشان المادة تنصهر بشكل كامل، على عكس الكريستالاين بتبقى شارب هي درجة واحدة. اقول لك 131 يبقى 131 بعد 131 ليكويد قبل 131 سوليد، لكن في الامورفس سوليد لا بتبقى برود رينج كبير واسع من درجات الحرارة، اقول لك مثلا من 30 ل 135 قبل ال 130 سوليد، بعد ال 135 تبتدي تحول المادة بالكامل الى ليكويد. ده ناشئ من ايه؟ ناشئ من عدم تنظيم الجزيئات داخل بنية الأمورفس سوليد. الجراف ده بيوضح لنا تركيب بنية المادة الصلبة وهي في الحالة الكريستالية الكريستالاين ستيت، وتركيب المادة الصلبة في حالة الغير الكريستالية وهي في حالة الأمورفس ستيت. زي ما انتم شايفين واضح جدا الفرق، ان في الكريستالاين ستيت الجزيئات والذرات متراصة ومنتظمة، وبالتالي القوة ما بينها في أقصى ما يكون، الـ intermolecular forces ما بينها في أقصى ما يكون، وده هيجعلها ليها higher melting point and sharper melting point، على عكس زي ما انتم شايفين كده الجزيئات والذرات في الـ amorphous solid لنفس المادة. أنا بتكلم على فكرة على نفس المادة، لنفس المادة غير منتظمة في الشكل وفي الترتيب، وده هيعمل زي dilution للـ intermolecular forces، هيخليها أضعف بالمقارنة بالـ crystalline state، وهيخلي درجة الانصهار مطاطية شوية، يعني تاخد رينج مش شارب مش عند درجة محددة زي الكريستالاين ستيت. اقدر برضو افرق ما بين الكريستالاين والستيت والامورفس ستيت لنفس المادة عن طريق الاكس راي، ان انا لو خدت المادة الصلبة وصورتها بالاكس راي تمام، المادة الكريستالاين هيظهر لها بيكس او علامات او اشارات واضحة تدل على كل ذرة، كل ذرة واضحة جدا منفصل عن اختها، على عكس الامورفس لا طبعا ما اقدرش اصورها بالاكس راي لان مش هقدر ان انا ادي سيجنال او اشارة لكل ذرة. نخلي الكلام ده مؤجل شوية عن الاكس راي، بس يعني الاكس راي من ضمن الحاجات اللي اقدر من خلالها اعرف والله هي المادة دي كريستالاين ولا امورفس. لو كريستالاين بلاقي في بيكس شارب بالمنظر ده طلع قدامي، لكن لو هي امورفس بلاقيها مفيش اي بيكس موجوده فيها. طيب اكزامبل واضح جدا جدا عن الفرق ما بين الكريستالاين ستيت والامورفس ستيت، الفحم او الجرافايت والدايموند اللي هو الماس، الاتنين نفس الماده اللي هي ايه، اللي هي الكربون، ولكن الدايموند بيبقى فيه الكربون في شكل كريستال بلوري شكل كريستالاين. بالمناسبة كلمة كريستالاين أو كريستالي يعني بلوري، هي نفس الإيه، نفس المعنى، شكل بلوري منتظم، كل الجزيئات أو ذرات الكربون منتظمة الشكل ومرتبة بالمنظر ده، فبالتالي بيديني مادة قاسية جدا وليها خصائص فيزيائية مختلفة تماما عن خصائص الجرافايت اللي في المادة الكربون، ولكن الشكل بتاعه بيكون أمورفوس طبعا، بيبقى أضعف، يكون ليه lower melting point، واستخداماته وخصائصه الفيزيائية حتى اللون مختلف، خصائص الفيزيائية بتختلف تماما باختلاف الحالة البلورية، هل هو بلوري
او كريستالاين او لوري امورفس. ما هو التبلور او الكريستالايزيشن؟ التبلور او الكريستالايزيشن هي عمليه يتم فيها التحول، يبقى لازم نبقى فاهمين هي عمليه ترانزيشن، تحول من الماده السائله او المحلول الى الماده الصلبه، يبقى هي ترانزيشن، تمام. ولكن بيتم فيها التحول ببطء، وبالتالي التحول البطيء يعطي فرصة للجزيئات والذرات إن هي تترتب في شكل منظم، وبالتالي تنتج بلورة أو تنتج كريستال. خلاص يا شباب؟ طيب، يبقى الكريستاليزيشن أو التبلور هي عملية فيس ترانزيشن. يعني لما أقول لك فريزنج، فريزنج هو تحول المادة أو فيس ترانزيشن من السائل إلى السوليد. الفريزنج ده اخدناه المحاضره اللي فاتت، لكن كريستاليزيشن انا ببقى محدد، هو الترانزيشن من ليكويد لماده صلبه لسوليد، ولكن بشكل بطيء يسمح بالترتيب، ان يحصل ارينجنج للمولكيولز والاتومز في شكل بلوري محدد، في شكل محدد وفي ترتيب محدد، يجعل من الماده الصلبه في النهايه ماده بلوريه. ممكن نفس الكلام في سوليوشن، لو عندي مثلا محلول سكر ممكن احصل على بلورات من السكر عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا ابتدي اعمل ايفابوريشن للمحلول ده، او لو انا عندي محلول مشبع او فوق المشبع من محلول السكر ممكن مع التبريد ابتدي يحصل فصل للبلورات السكر، يبقى هو عبارة عن ترانزيشن من الليكويد او من المحلول الى المادة الصلبة، ولكن بشكل بطيء يعطي لها الفرصة إن هي تترتب في شكل منظم وتعطيني في الآخر مادة صلبة بلورية كريستالاين. كتير أحيانا بنخلط ما بين كلمة precipitation و crystallization. crystallization هي precipitation، ولكن precipitation بشرط إن يكون الجزيئات في الآخر مرتبة ومنظمة في شكل بلوري ويديني في الآخر كريستال أو بلورة. لكن precipitation هي برضو transition أو freezing، برضو precipitation يعني عندي محلول دايب فيه مادة، تمام، وبعد كده أنا عملت evaporation يعني تبخير لجزء من المية مثلا، وبالتالي أصبح مفيش مكان لذوبان المادة، فابتدي يحصل لها precipitation أو ترسيب، وتترسب في حالة صلبة. طيب الترسيب ده ممكن يديني في الاخر حالة صلبة امورفس او مادة كريستالاين، على حسب الترسيب ده حصل بشكل سريع من غير ما يدي فرصة للجزيئات انها تترتب في شكل منتظم يديني في الاخر امورفس سوليد، ولا الترسيب ده حصل بشكل منهجي وبشكل بطيء سمح للجزيئات انها تترتب في شكل منتظم، وبالتالي النتيجة هتكون شكل بلوري او مادة بلورية. يبقى البرسيبيتيشن هو الترسيب، لما يكون عندي مادة مذابة داخل مادة أخرى أو عندي محلول وفي الآخر قللت المادة المذابة أو عملت ايفابوريشن تبخير، فبالتالي المادة المذابة هتترسب، يحصلها برسيبيتيشن. ممكن تترسب في شكل أمورفس أو ممكن تترسب في شكل كريستالاين، على حسب والله هل هي الترسيب ده أو الترسيب بشكل سريع ولا يديني امورفس، ولا بشكل بطيء يديني ماده كريستالاين. لكن الكريستاليزيشن هو بريسيبيتيشن، ولكن بشكل منظم للجزيئات، بشكل منظم للذرات، بحيث ان هو يسمح لان الماده الصلبه في الاخر تكون ماده بلوريه جزيئاتها منتظمه في شكل محدد. بعض المفاهيم برضو اللي لازم نعرفها واللي ليها علاقة مباشرة بموضوع الكريستاليزيشن أو البريسيبيتيشن، اللي هي مثلا المحلول المشبع. ما هو المحلول المشبع أو الساتيوريتد سوليوشن؟ عن درجة محددة بيبقى عندي كمية من المادة بتدوب، والكمية ديت بسميها السوليبيليتي، يبقى أي مادة ليها سوليبيليتي مع مذيب ما، مية أو غير المية. بقول والله السوليبيليتي عن درجة حرارة مثلا 30 هي كمية المادة اللي دابت مثلا في لتر من المذيب دوت عن درجة ايه؟
عند درجة 30. ممكن الذوبان أو السوليتي بيزيد مع الحرارة، يبقى عند لما أرفع درجة الحرارة عند 40 عند 50 كمية المادة اللي هتدوب هتزيد طبعا، يبقى السوليتي هتزيد. لكن لما أجي أبرد درجة الحرارة مرة تانية هيصبح المحلول سوبر ساتوريتد، لما قللت درجة الحرارة أصبح فوق مشبع، وما دام هو بقى فوق مشبع إذا المادة الدائبة الزيادة تبتدي يحصل لها بريسيبيتيشن، يحصل لها ترسيب. وعلى حسب أنا عملت والله التبريد ده بشكل سريع يحصل البريسيبيتيشن بشكل سريع ويديني مادة أمورفص في الآخر، لكن عملت التبريد دوت بشكل بطيء يبتدي يحصل البريسيبيتيشن بشكل بطيء ويديني في الآخر مادة جزيئاتها منتظمة جزيئاتها بلورية ويديني مادة كريستالاين. يبقى ساتوريتد سوليوشن هي أقصى ذوبان مادة معينة عند درجة حرارة معينة، وبقيس من خلال السوليبيليتي للمادة دي. سوبر ساتوريشن أو فوق التشبع معناه إن المادة وصلت لدرجة من التشبع وتخطتها، تخطت درجة التشبع دوت أو تخطت درجة السوليبيليتي. ومعنى كده إن أنا لما أجي أبرد السوبر ساتوريتد سوليوشن أعمل له كولينج، ابتدي على طول المادة بتاعتي تفصل من السوليوشن ويحصل لها بريسيبيتيشن، يا إما على شكل كريستالز يا إما على شكل أمورفس سوليد. في الشكل التوضيحي دوت ممكن نفهم قصة الساتوريشن والسوبر ساتوريشن وعلاقتها بعملية البريسيبيتيشن والكريستاليزيشن. لو أنا خدت مثلا إناء تمام ودوبت فيه مثلا 100 جرام من السكر عند درجة حرارة الغرفة مش هيدوب، هفضل أقلب في المية، وخدت مثلا لتر مية أفضل أقلب في المية مش هيدوب الإيه ال 100 جرام. طيب لو سخنت المية دي يبقى بالتالي المية هتبتدي أو السخونة هتبتدي تزود من ذوبان السكر والسوليبيتي بتاع السكر هتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة. يبقى في الأول لما حطيت ال 100 جرام فضلت أدوب أدوب لحد ما وصل المحلول للساتوريشن للتشبع، دوب مثلا من ال 150، يبقى السوليبيليتي بتاع السكر عند درجة حرارة الغرفة 50، دوب 50 إيه جرام بس، وباقي ال 50 جرام لسه ما دابوش. لما رفعت درجة الحرارة تمام ابتدى ال 50 التانيين يدوبوا خلاص، ويتحول المحلول الى فوق مشبع، محلول فوق مشبع لان 100 كلهم دابوا، اصبحوا دايبين فين؟ في السوليوشن. لما اجي بعد كده ابرر بقى اخد السوليوشن اللي هو الفوق المشبع السوبر ساتوريتد وبرده تمام، بردته بشكل سريع يبتدي الجزء ال 50 جرام الزايدين دول يبتدوا يترسبوا ويحصل لهم بريسيبيتيشن، ولكن على شكل امورفس لان انا بردت بشكل فجائي وبشكل سريع. لكن لو خدت السوبر ساتوريشن ساتوريتد سوليوشن وبردته بشكل بطيء وتدريجي يبتدي برضه 50 جرام بتاع السكر ينفصلوا عن السوليوشن يحصل لهم بريسيبيتيشن، ولكن في شكل بلورات من السكر، ولكن في شكل بلورات من السكر ويحصل لها كريستلايزيشن. يبقى اتمنى ان احنا من الجزء ده يكون فهمنا معنى كلمة ساتوريتد سوليوشن، معنى كلمة سوبر ساتوريتد سوليوشن او محلول فوق مشبع، علاقة السوبر ساتوريشن بالبريسيبيتيشن والكريستاليزيشن. هننتقل بعد ذلك لمفهوم اخر خاص برضو بالمادة الصلبة والمادة البلورية على وجه التحديد، وهو مفهوم البوليمورفيزم او التشكل باللغة العربية اسمه التشكل. البوليمورفيزم يعني ايه تشكل؟ يعني ان يكون الحالة الكريستالية او الحالة البلورية ليها اكثر من شكل، وبالتالي يكون ليها خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة. ده معنى كلمة البوليمورفيزم. لما اجي اعرف كلمة بوليمورفيزم the existence of solid material in more than one form or crystal structure، ان يكون عندي الحالة الصلبة موجودة في اكثر من شكل بلوري، اكثر من crystal structures. طيب يعني معنى كده ان المادة الصلبة ممكن تبقى امورفس، ممكن تبقى كريستال واكثر من شكل من الكريستال. طب ده بيحددوا ايه؟ بيحددوا العديد من العوامل. هو انا عملت كريستالايزيشن ازاي؟ عملت تبلور او بلورة للمادة ازاي؟ ايه الطريقة؟ في كذا طريقة للبلورة، ممكن من ايفابوريشن او ممكن عن طريق التبريد او ممكن عن طريق الدروب ميثود، الدروب وايز ميثود، دي طرق كتيرة جدا. طب ايه السولفنت اللي انا استخدمته؟ برضو ليه تأثير. هل انا استخدمت المية كسولفنت
علشان ابتدي اعمل منها البريسيبيتيشن، ولا استخدمت الكحول، ولا استخدمت الايثانول، ولا استخدمت الهكزين. يبقى السولفنت المذيب اللي انا دوبت فيه المادة الصلبة ليه تأثير على شكل الكريستال النهائي. طيب هل المادة اللي انا عاوز اعمل لها كريستاليزيشن او بلورة، هل بتحتوي على شوائب impurities؟ الشوائب ليها تأثير كبير جدا على الشكل النهائي للكريستال او للبلورة. طيب لو انا عملت كريستاليزيشن او بلورة عن طريق السوبر ساتوريتد سوليوشن، المحلول الفوقي المشبع اللي احنا اتكلمنا عنه في السلايد اللي فاتت، طيب درجة فوق التشبع قد ايه؟ يعني قد ايه الليفل اوف سوبر ساتوريشن؟ هل هو فيري فيري هاي ولا لو ولا ميديوم؟ بدرجة فوق التشبع ليها أهمية في الشكل النهائي أو ليها تأثير على الشكل النهائي للبلورة المكونة. طيب التمبريتشر زي ما قلت لكم، وأنا عملت تبريد بشكل مفاجئ وسريع ولا عملت تبريد بالتدريج، وقد إيه كانت درجة التبريد؟ يبقى التمبريتشر ليها تأثير واضح جدا ومهم برضو على عملية البلورة وعلى الشكل النهائي للبلورة المكونة. وبالتالي في كثير من المواد بيكون ليها اكثر من شكل بلوري، وكل شكل بلوري زي ما انتم شايفين كده بيبقى ليه شكل مختلف. البلورة نفسها بيبقى شكلها مختلف، الخصائص الفيزيائية للبلورة بيبقى شكلها مختلف. طيب ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن كيفية ترتيب الجزيئات والذرات داخل البلورة. يعني الترتيب مثلا بالشكل ألف مثلا هنا في الجزيء ده أو في المادة دي اداني بلورة بالشكل ده، الترتيب لما اختلف بشكل معين اداني بلورة بشكل متوازي مستطيلات، لما الترتيب اختلف شوية عن الشكلين اللي فاتوا اداني شكل مكعب، بلورة بشكل مكعب. يبقى شكل البلورة بيختلف نتيجة لترتيب الجزيئات داخل أو الذرات داخل البلورة، والشكل البلوري النهائي بيحدده مجموعة من العوامل أهمها نوع أو طريقة الكريستاليزيشن، هل في شوائب ولا لا، the presence of impurities، the level of supersaturation، درجة التشبع أو فوق التشبع اللي أنا استخدمتها أثناء عملية الكريستاليزيشن، درجة الحرارة اللي استخدمتها أثناء عملية الكريستاليزيشن. ناخد مثال تطبيقي على ظاهرة التشكل أو ظاهرة البوليمورفيزم، والمثال ده هناخده على زبدة الكاكاو، نبات الكاكاو اللي باخد منه الشوكولاتة، بينتج منه برضو مادة دهنية اسمها زبدة الكاكاو، وليها تطبيقات كتير صناعية وطبية وصيدلانية. طيب زبدة الكاكاو ليها أكثر من شكل الكريستالات بتاعتها، تمام؟ الشكل الأول بسميه الشكل جاما، جاما كريستال أو جاما فورم، ده بيعتبر أمورفس مش كريستال، دي المادة أو الشكل الأمورفس للثيوبروما أويل، بسميها الثيوبروما أويل أو زبدة الكاكاو، ده الشكل الأمورفس، وبيكون الميلتنج بوينت بتاعتها للشكل دوت حوالي 18 درجة سيليزيوس. طيب الشكل التاني من الكريستالات الثيوبروما أويل أو زبدة الكاكاو اللي هو الشكل اللي بسميه ألفا أو الألفا فورم، وده بيكون الميلتنج بوينت بتاعتها بتكون 20 درجة سيليزيوس. في شكل تالت اسمه البيتا برايم او البيتا داش، اللي هو بيتا عليه شرطة بالمنظر ده بسميه برايم، بيتا برايم ده الميلتنج بوينت بتاعته بتبقى اعلى شوية 28 درجة سيليزيوس. وفي عندي اخيرا النوع الرابع من اشكال الكريستالز او اشكال البلورية للثيوبروما اويل او زبدة الكاكاو اللي هي البيتا فورم، ده الميلتنج بوينت بتاعتها بتكون الاعلى تقريبا عند 34 درجة ونص. يبقى انا عندي اربع اشكال مختلفة لنفس المادة وهي الثيوبروما اويل، يختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في درجة الانصهار او الميلتنج بوينت، اقلهم على الاطلاق الجاما فورم واعلاهم على الاطلاق اللي هو البيتا فورم. طيب ايه اللي بيأثر في الشكل النهائي للثيوبروما اويل او في الشكل البلوري النهائي للثيوبروما اويل زبدة الكاكاو؟ طريقة تحضير الكريستال زي ما اتفقنا، لما اجي يكون عندي الثيوبروما اويل المنصهر الميلتد زبدة الكاكاو المنصهرة وهي لسه في شكل ليكويد، واجي اعمل لها كولينج بشكل فجائي وسريع، تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ترتيب عشوائي للجزيئات، والترتيب العشوائي للجزيئات ده هينتج عنه مادة صلبة ولكن أمورفس.
غير متشكلة، والمادة الأمورفة زي ما اتفقنا بيبقى ليها ايه low melting point، وهيديني الجاما فورم اللي ليه lower melting point على 18 سيليزيوس. طيب لما بتيجي اعمل تبريد ولكن بالتدريج، اعمل للزبدة الكاكاو منصهرة تبريد ولكن بالتدريج، على حسب بقى عملت تبريد بالتدريج سريع شوية هيديني الالفا فورم، ابطأ شوية هيديني البيتا برايم، عملت تبريد بطيء جدا 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 عن درجة حرارة الغرفة تقريبا يبتدي يديني the most stable form اللي هو البيتا فورم، اللي هو بيبقى ليه اعلى درجة انصهار وبيبقى الشكل البلوري في احسن ترتيب، لان انا سبته يبرد او يحصل له كولينج باقل ايه باقل وقت او باعلى وقت، قصدي باكثر وقت سبته يبرد براحته خالص خالص، والجزيئات تاخد الترتيب المريح ليها والمناسب ليها والثابت، وتديني في الاخر الشكل البلوري اللي هو البيتا فورم واللي بيكون ليه اعلى درجة انصهار. خلاص يا شباب، يبقى الجاما فورم the least stable crystal form من الثيوبروم اويل، وبحصل عليه عن طريق الرابيد كولينج التبريد السريع للميلتد اويل، للاويل المنصهر او للماده المنصهره. البيتا فورم the most stable crystal form of ثيوبروم اويل، تمام، وبحصل عليه عن طريق slow cooling، يعني التبريد البطيء بطيء جدا مقارنه بالباقيين of the melted oil. النوع ده بقى طبعا هو اللي اقدر استخدمه صناعيا، الانواع الباقيه ما اقدرش استخدمها، ممكن استخدمها في المأكولات او غيره، لكن النوع ده استخدمه في الفارماسيوتيكال دوزج فورم، نوع من انواع الفارماسيوتيكال دوزج فورم بسميه السابوزيتوريز او التحاميل، بتبقى اقماع محمله بالماده الفعاله، ولكن لازم في النوع ده من التحاميل او الاقماع استخدم البيتا فورم. ليه استخدم البيتا فورم ما استخدمش بقيه الاشكال؟ لان البيتا فورم عند درجه حراره الغرفه بتبقى مادة صلبة، تمام، أقدر أحط فيها المادة الفعالة وياخد القمع الشكل بتاعه ولا ينصهر ولا يتغير. أول ما ابتدي أعمل لها انسيرشن أدخلها جسم الإنسان عن طريق فتح في الشرج، طبعا جسم الإنسان درجة حرارته بتبقى كام؟ بتبقى 37، يعني فوق الدرجة بتاعة الانصهار للبيتا فورم، يبتدي ينصهر القمع أو السبوزيتوري ويعمل ريليز او ينطلق مد الماده الفعاله عشان يحصل لها ابزوربشن وتروح للهدف بتاعها داخل جسم الانسان. لكن لو انا استخدمت مثلا الجاما فورم لصنع السبوزيتوري في درجه حراره الغرفه هينصهر، وانا حاطه كده في ايدي وماسكه في ايدي هينصهر، تمام، ويتحول لليكويد. او حتى الالفا فورم برضه هينصهر في درجه حراره الغرفه. البيتا برايم ممكن يبقى سيمي سوليد لان درجه حراره الغرفه مثلا 25، لو الجو حر شويه برضه هتنصهر، لكن 34 الدرجه مناسبه اقدر اعتمد عليها في صناعه الاقماع او السبوزيتوريز. وزي ما انتم شايفين كده اهو، شكل البلوري للماده بيحدد خصائصها الفيزيائيه، وبالتالي بيحدد مدى الاستفاده منها في الصناعه او كأننا كاستعملها كدوزج فورم زي ما خدنا مثال السبوزيتوريز او الاقماع. ادي الثيوبروما اويل او الثيوبروما باتر، زبدة الكاكاو تيجي من حبوب الكاكاو، وبصنع منها الاقماع المختلفة، ولكن اخلي بالي ازاي احضر الكريستال المطلوب اللي ينفع استخدمه في الاقماع. بجيب الزبدة المحضرة او المستخلصة من الحبوب وابتدي اعمل لها ميلتنج، اعمل لها انصهار كامل، تمام. بعد كده ابتدي اعمل لها very very slow cooling، اعمل كولينج بالراحه خالص عن درجه حراره الغرفه، تمام، وبالتدريج يبتدي يحصل تصلب او فريزنج او كريستاليزيشن لزبده الكاكاو المنصهره، ويديني في الاخر البيتا فورم اللي انا اقدر استخدمه او الشكل الثابت اللي اقدر استخدمه في صناعة اقماع ثابتة وصالحة للاستخدام. لكن بقية الاشكال الصلبة للثيوبروما بتر بتنتج عن طريق الرابيد كولينج، انا عندي زبدة منصهرة لكن عملت لها رابيد كولينج، الفيري فيري رابيد كولينج بيديني الجاما فورم، وده بيبقى الميلتنج بوينت بتاعته قليلة جدا وبيبقى ان ستيبل، لا يصلح للاستخدام في تصنيع الاقماع.
يبقى التشكل دايما بينتج عن الرابيد كولينج، تمام، او الرابيد ايفابوريشن او الرابيد ترانزيشن من حاله الى حاله ليس ستيبل كريستال فورمز او امورفوس سوليدز. ده بسبب ان انا ما اديتش فرصه للجزيئات وللذرات انها تترتب بشكل منتظم داخل الماده الصلبه. دايما التبريد السريع او الايفابوريشن السريع او التغير السريع من الحاله السائله الى الحاله الصلبيه ينتج عنها امورفوس سوليد، على عكس السلو كولينج او السلو ترانزيشن من الحاله الصلبه الى الحاله من الحاله السائله الى الحاله الصلبه ينتج عنها ماده متبلوره او بلوريه. وبالتالي الامورفوس سوليد دايما الماده الصلبه في الشكل الامورفوس بيكون ليها برود ميلتنج بوينت زي ما اتكلمنا سابقا. الامورفوس سوليد بيبقى السوليبيليتي كمان، ودي حاجه مهمه ممكن ما اتكلمناش عنها سابقا ولازم ناخد بالنا منها، وعليها اكزامبل زي ما انتم شايفين كده في النوفوبايوسين، ده نوع من انواع المضادات الحيويه والانتيبيوتكس. السوليبيليتي، السوليبيليتي برضو بتتاثر بالشكل البلوري او بشكل الماده الصلبه، هل هي امورفوس ولا كريستالاين. الماده الامورفوس دائما بتكون مور سوليبل عن الماده الكريستالاين. طب ناخد مثال عملي، الغزل البنات، انا ما اعرفش في العرب بتسموه غزل البنات ولا هو بالانجلش اللي هو كوتون كاندي، اللي هو الشكل السكر كده اللي عامل بشكل عامل زي القطن كده. الكوتون كاندي اول ما بتحطها في بقك بتدوب على طول. طيب هو الكوتون كاندي ده عباره عن ايه؟ الكوتون كاندي ده عباره عن سكر بس امورفس، على عكس السكر الكريستالاين اللي انت بتحطه في الشاي. السكر الكريستالاين لازم تحط المعلقه وتدوبه كويس جدا جدا علشان يدوب بالكامل، ولازم يكون الشاي سخن. لكن الكوتون كاندي اول ما بتحطه في بقك بيدوب بالكامل. ده معناها ايه؟ معناها ان الماده الامورفس اللي هو الكوتون كاندي مثلا في السكروز ذوبانها او السوليبيدي بتاعتها بتكون اسرع من الماده الكريستالاين. ودي حاجه برضو فيزيائيه او ظاهره فيزيائيه نضيفها للفروقات ما بين الامورفس والكريستالاين سوليد اللي هي الذوبانيه. ومش دايما الماده الامورفس ملهاش استخدام، لا، الماده الامورفس احيانا انا ببقى محتاجها وبنوي ان انا او دايما اعملها او احاول ان انا احصل عليها لغرض ما، زي ما برضو في حاله الكريستالاين في الثيوبروما اويل كان برضو الحاله البلوريه كنت محتاجها لغرض ما. ناخد مثال المضاد الحيوي اللي اسمه النوفوبايوسين. النوفوبايوسين دايما بيحضر قبل ما احطه في التابلت او في الشكل الصيدلاني لازم يكون في شكل امورفس وليس كريستالاين، لان انا لو عبيته في التابلت او في الكبسول في شكل كريستالاين هيدوب بشكل بطيء جدا جدا داخل الجسم، وبالتالي مش هيدوب اصلا يعني، او دوبانه بسيط جدا، وبالتالي امتصاصه هيكون برضو بسيط جدا، وبالتالي فعاليته هتكون اضعف من الشكل الامورفس. الشكل الامورفس هيدوب بشكل اسرع وبالتالي امتصاصه هيكون احسن بكتير مقارنة بالكريستالاين ستيت، وبالتالي فعاليته الدوائية او الثيرابيوتيك اكتيفيتي بتاعته هتكون اعلى من الشكل الكريستالاين. يبقى ده برضو مثال تاني على قد ايه الشكل الفيزيائي النهائي المتبلور او غير متبلور بيؤثر على الخواص الفيزيائية للمادة، بيؤثر عليها من حيث الميلتنج بوينت، بيؤثر عليها من حيث اللون احيانا زي الدايموند والجرافايت خدناها، بيؤثر عليها من حيث الذوبان او السوليبيليتي. والسوليبيليتي عندي انا كصيدلاني او كحد بيتعامل مع ادويه مهمه جدا جدا، لازم الدواء يكون ليه سوليبيليتي عاليه علشان يمتص، لو مش هيدوب مش هيمتص. يبقى انا لو عندي ماده فعاله عارف ان الشكل البلوري بتاعها لا يذوب او ضعيف الذوبان لازم ان انا احضرها في شكل امورفس، الشكل الامورفس هيكون ليه سوليبيليتي اعلى وبالتالي ابزوربشن اعلى وبالتالي فاعليه اعلى. بكده هيكون خلصنا المحاضره بتاعتنا رقم 4، اتكلمنا فيها عن الماده الصلبه واشكال الماده الصلبه والتبلور وانواع التبلور وكيفيه التبلور والتشكل اللي هو بوليمورفيزم، وخدنا امثله عليه مهمه جدا ليها تطبيقات صيدلانيه مختلفه. أتمنى تكونوا
استمتعتم بالمحاضرة وفهمتوها كويس، وأشكركم جدا لحسن الاستماع.